ورشه اشكاليه تمويل الامكانيات الماديه انطلقت على الساعه 11 صباحا بحضور وازن لمنتخبات ومنتخبي الحزب، يضم تمثيليات جميع الاقاليم بجهه طنجه طوال الحسيمه وعدم الاقتصار على اقاليم دون اخرى. واختيار هذه الورشه بهذا الموضوع بالضبط نابع لما تحتله ماليه الجماعات الترابيه من مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي للمملكة المغربية الذي نص عليه دستور 2011، حيث تعتبر المالية الوسيلة الأساسية التي من خلالها يمكن للجماعات الترابية تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات التنموية على المستوى الترابي، غير أن التدبير المالي للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، هذا التدبير تعترضه الكثير من الإكراهات والاختلالات رغم محاولة المشرع المغربي تجاوزها عبر مجموعة من الإصلاحات التي تروم الانفتاح على آلية الحكامة المالية. في ظل هذا الوضع افتتحنا النقاش محاولين الإجابة على مجموعة من الإشكالات، أهمها إلى أي حد استطاعت هذه الإصلاحات من تقوية الجماعات الترابية وتطوير الإمكانيات المالية، وما هي الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإكراهات والاختلالات. وبعد فتح باب النقاش أقول لكم بكل صدق أنه كان نقاش صريح، نقاش يتسم بروح المسؤولية العالية الملقاة على عاتق كل منتخبة وكل منتخب في هذه الجهة، ونقاش أيضا يطبعه الرغبة في النجاح والتغلب على الإكراهات. عرفت الورشة 26 مداخلة ابتدأت وخلصت إلى مجموعة من التوصيات بشكل مختصر ودقيقة. أولى التوصيات الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة تيفيا وتوحيد معاييرها عند وإعادة توزيعها، يعني خصنا نرفعوا من التيفيا في الجامعة الترابية ونوحدوا المعايير ديال التوزيع ديالها. هذه توصية. التوصية الثانية تعديل القوانين التنظيمية للجامعة الترابية بشكل يقوي الاستقلال المالي لها انسجاما مع المبدأ الدستوري ديال التدبير الحر في المستويات الثلاث. تعديل القانون الجبائي بشكل يقوي من مداخل الجامعة الترابية، فمثلا مجالس العمالة والأقاليم هبطت التيفيا، بقوا ميزانيات المجالس العمالات والأقاليم كلهم فيهم عجز على المستوى الوطني، وبالتالي ضرورة تعديل القوانين الجبائية. تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية المعرقلة للاستثمار. حل إشكالية الباقي استخلاصه التي تعاني منه أغلب الجماعات الترابية، وأيضا تبسيط مساطير ومعايير الحصول على القروض خصوصا صندوق التجهيز الجماعي والانفتاح على التمويل بالقطاع الخاص شارلو السيد المنسق الجهوي. تكوين المنتخبين والمنتخبات ديال الحزب عبر تقوية قدرات المنتخبين في مجال البحث عن آلية التمويل، خصوصا أن المنتخبين ديالنا جزء كبير جدا منتخبين جدد. واحد الرقم مزيان نشركوه معكم سيد الرئيس هو أن هذه الجهة كتضم 47% من المنتخبين الشباب، تجاوزنا المعدل الوطني اللي هو كدا 30%. التوصية الأخرى هي تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة عبر تمكين الجهات من الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية ديالها. التوصية الأخيرة هو الانفتاح على آلية تمويل جديدة عبر الشراكات مع الجماعات الترابية الوطنية والأجنبية في إطار التعاون الدولي.